السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي ومتابعي قناتكم الحبيبة أعرف دينك. بحبكم في الله وأسأل الله بهذا الحب أن يجمعني وإياكم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الجن العاشق أو الجن العاشق، بنسمع الاسم ده كتير. طيب خلي بالك، وانت في الحمام يراك عارية فيعجب بجسدك، وأنت أمام المرآة لفترات طويلة مخففة ملابسك ينظر إليك فيعجب بك، وأنت في لقائك مع زوجك على الفراش يراك فيعجب بك ويصمم إلا العيش إلا معك، بيدخل إلى جسدك ليستحوذ عليك لنفسه فقط، يجعلك كالقرد في عين زوجك بعد أن كنت في عين أجمل النساء، يشعل النار بينك وبين زوجك ليسعد هو بك، وأنت نائمة ترى أنك تعاشري أحدا في منامك باستمرار، يجعلك تعشق الوحدة والظلمة. فاحذري، احذري، احذري من عشق الجن، وذلك باتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وده اللي جاي أقوله لكم النهاردة. تحصني نفسك إزاي؟ أولا عند دخولك الخلاء أو الحمام، يعني بسم الله، أو اللهم إني أعوذ بك وأعوذ بك من الخبث والخبائث، أي من رجال الجن ومن إناث الجن. وانت بتغير ملابسك تقولي بسم الله، فبديش هيقدر يشوفك. وانت بتخففي ملابسك او بتتجملي تقولي بسم الله، مش هيشوفك. في لقائك بالزوج بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. لما تدخلي البيت او تخرجي من البيت بسم الله، المهم تقولي بسم الله، فإنها تعمي الجن فلا يراك. حاجات بسيطة بنغفل عنها، لكن هي بتحصلنا في الآخر، وبتحطنا أو بتوصلنا لمكان السلامة، أو إن حد يقع في المسائل دي اللي امتلت بيها البيوت دلوقتي بكثرة الغناء وسماع الموسيقى وسماع ما لا يرضي الله عز وجل أو رؤية ما لا يرضي الله عز وجل، وبالتالي بدأت الجن تقتحم البيوت والأجساد، وبدأنا نشوف ده دلوقتي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يحفظك بحفظي ويسترك بستري ويرعاك برعايتي، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.